السلام عليكم، راس كان معك فيلم. كنت ما زالتكم اليوم بمقطع جديد. مقطع اليوم عبارة عن فورتنايت تبعت الخير التحديث الجديد. فقبل ما نبدأ مقطع جماعة الخير تسوون صلاتي وراس محمد، خلونا نبدأ بالمقطع. قبل ما نبدأ مقطع جماعة الخير، طبعا أنا جربت التحديث أو قد لعبته من قبل ما أصور، فمن الحين أقول لكم يعني جربت الأسلحة الجديدة. فالمهم جماعة الخير، مقطع اليوم مثل ما قلت لكم عن التحديث الجديد، فخلونا نقول بسم الله ونلعب ونبدأ بأول جيم. طبعا بس هنا بس ايوه لقينا هذا الجديد، حلو. لقينا شتقان، هذا رجعوه طبعا. لقينا هذا مرة ثانية نشرب. في واحد فوق، في واحد هنا نحاول نجيبه صعبة. أو في واحد بروح له. أو في ناس هنا، أقول هج هج بس دور لي لوت زين. شدقة نزي من ذا. يلا يبي لي شدقة نزي من ذا. والله هذا شين قوة، دخلت عليهم بسك الباب بس. شو اسمه، خلنا نغير بيت. شوف هذا صندوق غضيف به شدقة زين ولا شي زين. يلا 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 في، لا حسبت شدقة. او في واحد هنا، اها يا اخي اصبر هد 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 اصبر اصبر اوه عجل هو اصبر شوي هد 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 ما ادري ايش لحقن عليه. دور لي على شتقان. بدور على شتقان، اقرب شتقان يا رب القى. حلو في هنا صندوق، حلو حلو شتقان على انه خايس ذا بس انه يمشي الحال. حلو في هنا بعد صندوق، حتى هناك بعد في صندوق. الحين بنروح له. تقي شفت شيء هنا كذا عند الشارع. حلو لقينا جديد ذا، خلنا ناخذ ذا يمكن نحتاجه اللي هو الباندج. طيب نروح الحين للصندوق، ردي نلقى شدقة احسن. يلا يلا الحين خلاص نروح ندرع. اوه بسم الله نروح ندرع خلاص ناخذ لا اوه جا جا. القم في واحد ثاني، في واحد ثاني روح لمه. لا القم 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 القم. حلو حلو من البداية ذبحنا اثنين. سلاح جديد ذا البستل، مدري سنايبر مدري وشو ذا. كم دمجه؟ 91. الدمج حقه مرة رهيب وقوي، بس صعب انك تأيم به ذا. فهو زين وقوي بس صعب تأيم به، الأيمبو صعب. ما ادري شلون صراحة. المهم نحتري لين يرسمنا البوس حق اللي معه بطاقة حقت الخزنة، وناخذ منه وندخل خزنة ونلوت عشان نلقى لوت أحسن، أحسن من اللي معنا اللوت. أوه صندوق ملكي، خلنا نكسر ضيعنا هنا صوته. أيوة تحت الدراج. حلو 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 يا رب يا رب. أوه وش طلع؟ لا الخايس ذا، بس يلا أقوى من اللي معنا لأنه خايس وأكرهه، بس أقوى من اللي معنا. حلو الظاهر الحين بعد شوي ذا برسبنا البوس ولا انسك الزون المدري كم بس. ها لا مو وراه، ما رسبن عند هنا وهنا.
ما رسبا عندي وراه غريبة والله يا اخي. نازل هنا عشان ذي الله يقهر نازل علشان الخزنة. يلا يلا ما في مشكلة يلا في جلد هناك نروح نطب عليهم ودي نلقى لوت زين. قول لي ايه هذا هذا الاول مات. اشوف شيء ذهبي اشوف شيء ذهبي استوقع الجديد ذاك الليزر. اي الله ياخذه والله ينكبه. هذا هذا خذ درعه القم القم القم. حلو حلو لوتهم. حلو هذا والله اني احبه ذا ابو زوم والله اني احبه. هذا اكرهه ذا. بس في سر مشين زين شيء يمين يسار. لا ما في. اوه القم يا شيخ القم. مدام دمك كذا شو له ذا شو تهايط مدري شو له طلق علي يعني. قول له وش ذهبي ذا. اوه سلاح جديد ازرق وشلون شفت هذي انا. معنا مفتاحين بدور هذيك اللي تقدر تشيبها اسلحة. فين بواحدة قريبة عندنا. اي في واحدة قدام شوفون القفلة اللي بالخريطة هي معناتها ذا اللي تشيبها اسلحة من المفتيح. فنروح هناك غادي نلقى سلاح زين. ما ادري وش ابي صراحه ولكن يمكن ابي شاتجن. ابي شاتجن هافوك اللي اسمه هافوك شاتجن. غادي نلقاه يا رب. وين ال اوه هنا هنا سلاح واحد بس شلون بس سلاح واحد. اوه سر مشين ناخذه خلنا ناخذه خلنا ناخذه لان صراحه الشاتجن معنا شين صراحه. هذا وش ذا؟ اوه شو اسمه؟ ذا صندوق. طيب حصلنا على مفتاح بعد. او لقينا وش حصلنا؟ المهم شو اسمه؟ اخذت سرمشين اللي معي هذا عشان ذا يعني شيء شوي شين فاطلق به واحول له سرمشين. في واحد القم يا شيخ القم. شفت شيء مع بنفسجي. حلو حلو حلو. اوه هذا هو الهافوك اللي انا اقول لكم اياه. هذا هو الهافوك اسمه هافوك شاتجن. والله انه اقوى من البنفسجي ذا والذهبي بعد. اي والله والله قوي. المهم خلينا نفتح هذه البنفسجيه قبل ما تروح قبل ما تحول الازرق. يا هذا تعبيل ارجع فيها. وش ذي خلينا نحطها جديدة. مدري وش هي مدري وش هي صراحة. المهم ذا قرب اح قرب ينفتح فا نروح لما يا رب القى هافوك ذا الشاتجن اللي معي. واللي شفت حربان هنا ما علينا من احد بس لو تضبط امورنا. ايوه يا سلام لقيناه وسليرب بعد. خلنا نشرب سليرب. بس كذا نغطي على اللوت ونمشي. طيب نروح نطب على ذولا ايش السالفه. في احد قول اللوت. اوه هذا حبيبي ذا سنايبر. بس بس والله يا اللوت وين كان. يا ليل قولي الدمج قولي شلون اخذ جدار. هذا بنقو صفرين ذا يا اخي بنقو سالب بس سالب بنقو ذا والله هو سريع يا اخي. اكره حقينا شو اسمه كريتف ذولا سريعين قوه ويحبون البنا يعشقون عشق
اعوذ بالله. يلا يلا اخر جيم اخر جيم. حلو 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 والله. قربنا من الذهبي التصنيف. قربنا من التصنيف الذهبي. حلو والله يا اخي التصنيف يبطي ولا من النت. شوف دقيقتين والحين ما دخل جيم. هذا تو يبدأ من دقيقتين وسبع وعشرين ثانية مدري كم. غريبة والله. حول دقيقتين ونص. أوعدكم أوعدكم هذا الجيم فوز. جيم فوز بإذن الله. ما عليكم. شوفوا اللي بالجيم كم. 93. يعني أنا 93 يعني 92 ضدي. راح أقتل منهم 90. 92 كلهم راح أقتلهم. 92 واحد. شوفونا الحين.